وانا يمكن في حاجه لضباطنا اللي موجوده وحتى لطلبه الكليات العسكريه اللي موجودين، كان في يوميات وتعرضت مره، ما اعرفش انتوا شفتوها ولا لا، عن حياه الشهيد عبد المنعم رياض، وهو لما يعني وكلت له المهمه، فهو يعني راح مكتبه يعني، فلقوا مجهزين مكتب كويس قوي يعني ساعتها، فقال لهم لا لا انا عايز ترابيزه بس، وشيلوا السجاده ديت وحطوا لي يعني كده يعني حاجه بسيطه خالص. فانا توقفت جدا قدام الاجراء ده، فاتاري ان الاستقامه ويعني الزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير قوي للناس. بقول الكلام ده لنفسي وبقوله لكل اللي موجودين بيسمعوني، ان هو يعني هو السوشيال مفيش شك، بس دي كانت مقدمات في تقديري، دي كانت مقدمات ان المسار ده والطريقه دي والنفس دي اكيد هيبقى معاها خير عظيم جدا، وتنتهي بان هو يستشهد وياخد لقب شهيد. نفضل كل سنة نحتفل نتكلم عنه ونقدر جدا مساره لغاية لما استشهد وما بعد استشهاده.